قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ممكنة في إطار مجموعة 5+1 شرط حصول طهران على تعويضات مقابل أضرار لحقتها بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. انتقد قليباف العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. صحيح أن بايدن يختلف عن ترامب، لكن المهم أن ندرك أن بايدن في أحسن الحالات لا يختلف عن أوباما الذي وضع العقوبات لشل الاقتصاد الإيراني كما وصفت. بايدن كان الشخص الثاني في إدارة أوباما، وهو من كان ينظم السياسة الخارجية لتلك الإدارة، وأغلب فريقه هو من فريق أوباما.